الإخوان في تونس أو اللي هم بيتقال عليهم إخوان يعني حزب النهضة والغنوش وكده صمت تام، والإخوان كلهم يعني في موضوع خاشقجي ده واستقبالات ابن سلمان صمت تام تام. ولا بص للسعودية تزعل ولا حاجة، يعني من ضمن الأداء الإخواني اللي أنت بس ده مهم جدا أنك تحط. طبعا ده لم يكن أداء استثنائيا في تونس، هو أداء عاما في قضية خاشقجي ومتعلق في السعودية اللي هو مش عايزين نزعل السعودية. طب الحق حق أن يتبع، بس ما مش قوي يعني. والله مش قوي يعني، مش قوي قوي، مش معنى ان احنا اخوان حق. ده عنوان مهم جدا للإخوان في تونس وفي غير تونس. التظاهرات التونسية كانت قوية للغاية اللي امتنع عنها حزب النهضة. واليمن للأحرار، يا سلمان يا جسار، واليمن للأحرار، يا سلمان يا جسار.